أعزائي مشاهدي قناة القدس السلام، أسعد الله أوقاتكم. اليوم الجمعة 20/1/2023 من بيت المقدس ومن داخل المسجد الأقصى المبارك ومن أمام المدرسة الكريمية في المسجد الأقصى المبارك، والتي تقع على يمين الخارج من باب حطة بالقرب من مئذنة باب الأصوات، شمال مصلى قبة الصخرة المشرفة. تتكون من عدد من الغرف متباينة المساحة، كانت تستعمل للتدريس وسكنى للمعلمين وطالبي العلم. كما ذكرنا تقع على يمين الخارج من باب حطة، أنشأها الصاحب كريم الدين بن المعلم هبة الله عام 718 هجرية 1318 ميلادية، في عهد السلطان المملوكي محمد بن قلاوون، والصاحب لقب أطلق على الوزراء في العصر المملوكي. استلم كريم الدين الكثير من الوظائف الرسمية رغم كونه قبطيا ثم أسلم. بنى الكثير من المدارس والجوامع في بلاد الشام ومصر، تحول جزء من المدرسة إلى مطهرة وهو الجزء الأرضي المطل على ساحات الأقصى في القرن العشرين، أما الطابق العلوي فتحول إلى دار للسكن لبعض العائلات المقدسية. كان معكم الأستاذ أمجد علقم. لا تنسونا من صالح دعائكم، القدس والمسجد الأقصى المبارك يهدونكم السلام.